السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله مرحبا، ان شاء الله تكونوا كل لاباس وباحسن حال. راح نبارطاجي معكم وصفه. بون سي ديكوراسيون، راح نخدم لي بتيت فلور اللي نزين بيهم الكاطو مخبز. نخدمو بلا باتا سكر سبيسيال بنات فلور، سي باتا فلور يعيطولها لا مارك غانشو، سي لا ميور مارك لا باتا فلور ولا لا باتا سكر. هذه البنات تحتاج بون لا بات. جبت واحد الديكو هكا تاع لي فلور، دوك نخير نشوف واش نبغي. نحتاج تابي هذا ونترققوا فيه لاباط، نحيو لها لي بيسور. وهنا البنات هذه بلاكه تاع دم، ونحط لا فلور هنا باه تحكم لا فورم بومبي. هذه يا البنات. بون البنات نحتاجو رولو باه نحلو بيه. نحتاجو هذه لابوش، هذه فيها سكر كلاس البنات، باه نديرو على التابي اللي نخدمو بيه ونحلو باه ما تلصقناش لاباط تاع سكر ولا لاباط تاع فلور، سما لازمنا. بون البنات هنا نحكم طرف بات، ما نديرهاش بزاف، ديجا ها الطرف درت بيه ويبقى، باسكو البنات تحل وما تقطعش. بون هنا نحي طرف الملاكسيه بيان بيديا. شوفوا البنات كيفاه الملاكسي لا بات فلور، ونخدمها بوكو بلوس على كف نتاع يديا، كفوف يديا كيما هكا. البنات ترجع لكم كي شوينغوم البنات تحل تسمى من بعد تعطيكم الطوع في الخدمه. هنا هاكو تشوفوا نحيت طرف، حطيته في ساشي البنات. باغ اكزومبل كيما لاباط هذه قد تقعد عام ما تفزتش، باسكو تتخبى في الساشي برك، ما تخليولهاش الهواء يدخل لها، لازم تردوها في الساشي وتقفلوا عليها. هنا البنات درت شويه سكر سوغ لو تابي وبديت نحل حتى نشوف، رجعت الورقة نتاعي شفافة يعني ترانسبارنت، نقدر نشوف الديسان هذو لي غون لي راهم في الطابي. علاه يعيطو لها لاباتا فلوغ؟ باسكو سبيسيال بوغ لي فلوغ البنات، باسكو قد ما تحلو ما تقطعش، و نورمالمون لي فلوغ لي بيتال تاعها يكونو رقاك، سي بوغ سا نحلوهم باه يرجعو نخدمو لي بيتال تاعنا رقاك، يعني فغيمون يعودو رقاك شفافين. سينو تلقاو دي فوا دي فلوغ يتباعو خشان، هذوك سمام يخدمو برك بلا باتا سكر. يعني الناس اللي عايشين في اوروبا يعني ننصحهم يخدمو لي كاطو، اللي يحبو يخدمو لي فلوغ يشريو لا باتا فلوغ سبيسيال بنات، خاصة لا مارك غانشو، سي لا ميم لا ميور مارك. فوالا البنات نبدا نحي بالطابع تاعي، نحي لي فلوغ فغيمون باه ندير لا ديكو بوغ نخبز البنات. سما لي فلوغ لي لقيتهم هنا شويه يجيو كبار، نعدلهم البنات بلا بي سوند. هذا لي ما عندوش طابع سبا اوبليجي، هذاك الطابع لي نلظ بيه، هذاك لي باه نزيد نرقق لي بيتال تاعي. سما تخدمو غير بهاد لا بينسا بول هذه، وترقو الاطراف نتاع البيتال تاعكم وحطو في البلاطو تاع لي زوف، حطو فيهم باه يجيو بومبي، اعدلهم باه يجيو بيان في او ميليو في الوسط. سما اي طابع عندكم تاع ورد خدمو بيه، خرجوا الوردة تاعكم. لازم لكم لا بينس هذه تاع الغوند هذو، لا بينس بول بنات، وتلضوا على ليبيتال بشويه على الاطراف تاعهم باه تكبر وميم طون ترقاك، وتعدلوا نتوما بصبعكم لا ديكو اللي بغيتوه، وتحطوهم في البلاطو سوا تاع لا فام سوا كي يكونوا دي فلوغ كبار كيما لا غوز. انا نخدم لا غوز نديرها في البلاطو تاع التفاح البنات، روح جيبوا من عند الخضار فارغ. نكمل نحيهم. هو نورمالمون هنا تالمو اناني هنا نزرب، تجيبوا ان بلاستيك شو ما عندكم ساشي، تحطوا لي فلوغ في الوسط باه ما يشيحولكمش، باسكو في ساعه يشيحو، كي يشيحو تعياو تخدموا بهم. ميم لي فلوغ هذو اللي نحيناهم لوحهم في ان ساشي. يلا البنات هنا نزيد نيكرازيهم مليح، علاه باه يخرجوا ل واحد لي تري او لي بيتال هادو يزيدو يرقاقو مليح. سما شغل لضهم ندير لا فورم تاع لا فلوغ. بعد البنات سما ديروا عدلو كيما كل واحد والديكو تاعو، وميم تقطع لكم نورمالمون سي با غراف، باسكو لا فلوغ يعني في الطبيعه الورده الزهره في الطبيعه تكون فيها دي ديشيغور، تكون مقطعه شويه يعني سي با باه تكون بوكو كطبيعيه ما تكونش ارتيفيسيال. هلا البنات نكمل. هنا البنات انا جبت الصغير فيهم نكمل به الخدمه، وباه ندير لي ترو في الوسط ونحط باغ اكزومبل ديروا لا ديكوراسيون تاع الوسط، سواء تحطوا
حبه تاع بونبون ولا واش ما تحبوا تحطوا به ديروا لابولا بتبتبو اللي في نديروها في الوسط. هذه هي البنات نعدلهم صباعين بعد ندير بلا بتيبت بولا نعين النقطه هذيك اللي في الوسط بها بعد شويه. انا درت بالبونبون ولا تحبوا تاخذوا بين بالاخرى بعد بلا باتا سكر ديروا دي بتيت بول وتغلط كيف نقولوا حنا تلولونهم وتحطوهم هنا. شوفوا البنات نخبز الطاب دوك نبيعي كان غوسه تاع سبيسيال دوك نحطها حتى نكملوا الطليه وكامل ونحطوا يجيكم طري طري البنات يعني فريمون يعني يقعد لكم وش يقعد ما يبسش ما فهمتش فوالا هاي وبين خاطر حاكمته في النص. فوالا البنات هنا وش نجيب البنات لاكول اليمونتيغ مع البانسو يكون صغير وندير البنات ندير شويه في او ميليو تاع لا فلوغ باه نلصق فيهم انا قلت لكم درت البونبون باه نلصق فيهم حبات تاع حلوه في الوسط باه يعود زعما الوسط تاع الورده تاع الزهره كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات لا باتا فلوغ كون جات لا باتا سيك شوفوا لها دوجور تواجور وتبقى تطلق لا باتا سيك البنات سبيسيال يديروها فنغلفوا بها الكاطو تطلق تطلق واحد لو غرا هكا تطلق واحد الدوسم هكا او ميم طون تتلاصق سما من الغدوه لازم تاكلوها سما هي نورمالمون دا اليوم باه تتكل الغدوه بصح لا باتا فلوغ وين تقعد وين تيبس وين تيبس وين تيبس ترجع لكم كل ورقه كل حجره وشوي كيعودوا لي بيتال البنات رقيق 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 اوتوماتيكمون ما نساعدهاش تتكسر. البنات هنا حكمت الكولورون حطيته في السوبان البنات وعندي ام بانسو لوبو تاعو البنات مدور هنا علاه درت الكولورون في السوبان باه نهز شويه في البانسو ابري جيساي نقص لا كولور في البلاصه اللي ما فيهاش الكولورون البنات باه ما تجيش بوكو زعما ما تكونش باينه بلي راهي ملونه جيساي الماكسيموم لون عشوائيا برك غير نتوشي هاد لي بيتال برك غير نتوشيهم كما راكم تشوفوا ونقص توجور في البلاصه الفارغه البنات يعني انا نعطيكم كيفاه ديروا كيفاه ديروا البنات لا كولوراسيون نتاع 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 لي غوز لازم ديروا تهزوا ان بتيت بتيت كونتيتي تحطوها في 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 اسويتو ولا سوبانا ولا كيفاه تقولوا له تحطوا شويه وتهزوا بالبانسو وتمسحوا في البلاصه اللي ما فيهاش ابري تهزوا كيما راكم تشوفوا غير توشيوها برك تقيسوها برك عشوائيا باش تجي البنات بوكو بلوس ناتوريل تجي طبيعيه. ديجا شوفوا برك السمك تاعها ما كانش خلاص باينه بلي هي رقيقه وتزيدوا الكولور لا كولوراسيون البنات ديروها ابل ليجير فريمون يكون الشكل تاعها شكل متحوف يعني شكل مليح. انا البنات نكمل الباقيه اكو تشوفوا نعد لكم بانسو يعني قلت لكم راهو لوبو تاعو يكون غون كي يطيح لكم زعما بتيت كونتيتي ما غير نسفو عليها فرات تروح. هنا واش درت البنات حكمت وحده غوكا شوفوا ديجا راهي شاحت هنا عندي الكولورون دوري راح نهزيت شويه في المغرف حطيت في البتي بول هنا كان نورمالمون كان ليكيد باه نخلطو معاه وندير به لا كولوراسيون تاع لي لا بوردور تاع لا فلور لو ليكيد هذا فيه الكول الوغ واش درت درت قطره تاع زيت وخدمت بها البنات البانسو فريمون رقيق الرقيق الرقيق خلاص هي نورمالمون في الناس اللي ما عندهمش لاباتا فلور ولا تجيهم شويه غاليه تقدروا لاباتا سيك وتزيدوا لها واحد لابودغ اسمها تايلوز التايلوز هذوك تخلطوها معها وهنا تعود لكم بلو إلاستيك على واش كانت نورمالمون يتباعوا ونبيعوا حوايج تاع الكاطو. هنا البنات انا قاعده ندير في لاكولوراسيون تاع الاحراف تاع الزهره وانا هذه هي البنات ونخليهم يشيحوا درك كيما البنات لهذا اللي الوردات اللي درتهم راني يعني نخدم به نحطهم من المغدي ولا ماخدي في الليل سما شوفوا انا كي تكون عندي اون كوموند ولا حابه ندير كاطو ونخدم بلي فلور نوجد لا ديكوراسيون هي الاولى سما الاولى نوجدها هي الاولى نحطها في بواط تاع بلاستيك يقعدوا عام ما يبوجيوش البنات. هذه هي كيما مام المخبز انا خدمته اليوم
حطيته في بواط باسكو تبدا لي كل شويه ما يكونش عندي الوقت مع ولادك وتعرفوا ديهم جيبيهم ديري لي ديفوار وهذاك ما سمعنا مدي بوكو بليس الوقت لولادي وقت الفراغ راني نخدم حوايج كيما هاك فوالا سي بور سا قلت نحي لي الحاجه اللي تحكم اليد تبقى لي غير حاجه خفيفه راني نديرها في وقتها وهذا هما لي بتيت فلوغ بنادرتهم بالدوغي في لي كوتي جيسبر بيان تعجبكم الوصفه ما تنساوش لايكي ما فيديو وبقاو على خير على بروشان غوسات مع نوال سلام البنات.